السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل التذكيرات في الصحة العامة اللي علمها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة في أوقات الأوقات العادية أو في الأوقات اللي فيها أوبئة بنتكلم فيها، وهي ماسة الأذى عن طريق. والأذى هو كل شيء بيأذي العين لما تنظر له، أو السمع حينما يسمعه، أو الأنف حينما تشمه، إلى آخر يعني. وإماطة الأذى عن طريق في أوقات الأوبئة وعدم التبول أو التبرز في الطرقات، زي ما احنا بنشوف كثير من الشباب بيعملوها، أو عدم التبرز والتبول في المياه الأنهار أو في البرك أو في المستنقعات إلى آخره. كل هذه الأشياء بتؤدي إلى فساد في الصحة العامة، وانتشار للقاذورات، وانتشار للذباب الذي ينقل أمراض من ألف إلى ب إلى جيم إلى دال. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا فقط أن الصحة العامة تكون في نظافة الأيدي والأرجل في الوضوء، لكن أيضا في اتباع الأسلوب السليم في عدم إيذاء أي إنسان أو أي حيوان أو أي طير في الأذى اللي احنا بنصيبه على الطرقات. السلام عليكم ورحمة الله.